صباح الخير، صباح الخير. انتخابات الزمالك لسه بنقول يا هادي، واللي قايم عايز يغسل وشه، واللي عايز يستعد لصلاة الجمعة، والناس اللي راحت أعضاء جامعة عمومية عشان ينتخبوا في انتخابات الزمالك لسه بادئة، لسه بادئة، لسه بنقول يا هادي، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يغركوش بتاع اللي عامله دوت، الواحد أصلا مزفزف ولسه قايم من النوم ولسه بيقول يا هادي. وإذ بي أفاجأ وانا بفتح الفيسبوك عشان اشوف المستجدات واتابع ان في زعيق، زعيق في اول 5 دقايق في نادي الزمالك في الانتخابات. انا مش قصتي يا عم مين غلطان مين عنده حق، انا زعيق 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 في اول 2 دقيقة، اعتراضات في اول فنتو ثانية، اعتراضات وزعيق واستهجان في اول، لسه بسم الله الرحمن الرحيم، لسه يا باشا الناس بترش ميه قدام الانتخابات وقدام النادي، ولسه الناس بتشق ريقها، واللي جايب له شقه فول مع كوبايه شاي عشان يفوق ويقول لك يا رب عد علينا اليوم ده بخير وبسعاده واليوم يبقى جميل كده ولطيف. ولكن اعتراضات، ليه الاعتراضات بقى؟ اكيد الناس متابعه، يعني انا لسه منزل دعوه بقول يا رب ولي من يصلح، واللي ينجح النهارده نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك، واللي ينجح القايمه التانيه تدعمه وتقول له ربنا يوفقك، وعادي ديمقراطيه مفيش مشكله، يعني اي حد ينجح، اي حد ينجح مفيش مشكله، والناس تحط اصواتها في المكان اللي هي عايزاه. ليه 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 لسه ساعه، ليه ليه ساعه شق الريق لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليه اعتراضات؟ بدري قوي على الكلام ده، ومش بدري، احنا مش عايزين اصلا اعتراضات، الموضوع مش مستاهل يا جماعه، دي انتخابات يا جماعه، دي انتخابات وبيشرف عليها ناس محترمه، والانتخابات ديت مش ماشيه يعني سبهلله. الناس ليه قلقانه وليه تصريح بدري قوي من الاستاذ احمد سليمان او اللي هو احمد سليمان؟ اصل ده متعود على التزوير، اصل هو مزور الانتخابات، اصله ما صحاش لحد دلوقتي وما جاش النادي عشان مزورها كده، ليه ليه الكلام ده؟ ليه ليه التشكيك بدري قوي؟ ليه برضه مصمم على جملة بدري؟ مفيش بدري، ما تتقالش أصلا الحاجات دي. بس هي الفكرة، يعني الصدمة بالنسبة لي اللي أنا لسه بغسل وشي ولسه برفع الأيس كاب ولسه بظبط الزنط وبفوق وبقول يعني النسكافيه فين عشان أفوق أشوف الكلام على إيه، ألاقي مشكلة وألاقي عركة وتشكيك في الزمن. بدري برضه، تاني بدري، معلش، ما هو بدري ده هتفضل يعني على لساني لأن كل حاجة حاصلة الصبح في اول 3 دقايق من الانتخابات. فكل ما اجي اقول هقول ليه؟ ليه يا جماعه الدنيا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ده نادي الزمالك وانتخابات نادي الزمالك. طبعا انا اتمنى من كل قلبي واتعشم من كل قلبي، طبعا الناس اكيد سامعه التليفون، لسه الناس بتصحى، لسه هتلاقيه بيكلمني دلوقتي بيقول لي ما تنزل يا اسلام عشان نفطر ونروح اذا كنا هنروح. فانا هروح اشوف التليفون الارضي، الناس بتصبح مش عارف انا يمكن عشان اقفل التليفون ده. ربنا يهدي الجميع، ويا رب يوم هادي جميل يهدي فيه الحال ويوفق نادي الزمالك، وان شاء الله يا رب ربنا يولي من يصلح. هكتفي بالكلمتين دول، ربنا يولي من يصلح وبلاش التشكيك. حاضر يا سيدي، صباحكم فل، واكيد اكيد هيكون في رقابه واكيد الامور هتهدى. صباحكم فل، سلام عليكم.